السلام عليكم سيادنا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف وعدتكم غادي نبدل فيه ان شاء الله القرعة ديال الماء ولا ديال سائل التبريد، وغادي نستغل الفرصة باش نبدل حتى سائل التبريد بحد ذاته ولا الماء، لان كيف كتعرفوا انا كانت سخنت لي الطوموبيل، كان عندي هذا الخيط ديال الفرفارة هذا ما كانش خدام مزيان، دونك سخنت لي الطوموبيل وطوش لي الماء، دونك باش نعوض كبيت الماء ديال روبيني ولا كما يقولوا ديال الحنفيه باش نعوض، وبالتالي بقى عندي الماء هنايا. انتم كتشوفوا اللون ديالو كيف ولا، يعني خلى هنا واحد اللون ديال الصدى، دونك هذا الماء ما صالح ليش، دونك غادي نبدلو، غادي نستغل الفرصه نبدلو. ولكن قبل غادي نحاول نشرح لكم ان شاء الله كيفاش كيدور الماء او سائل التبريد في الموتور، لان عنده واحد السيستم كيفاش كيخدم. دونك سيادنا سائل التبريد تيكون جزء منه يعني كيكون في المحرك، والجزء الثاني تيكون في الرادياتور او المشعاع. كيف ما تيقولوا اون فوا كومونسي بار لو كومونسمون، نبداو منين تيبداو الناس. دونك اول حاجه الطوموبيل كتكون بارده، كدير امارش، كيبقى الموتور خدام، البيستونات كيتحركوا في وسط الموتور، كيولدوا احتكاك مع الجروب، وبالتالي هذاك الاحتكاك تيولد حراره، هذاك الحراره كتسخن الماء اللي تيكون في الموتور ياك في الجروب. فاش كيسخن هذا الماء اللي تيكون في الجروب اش كيدير؟ كيمشي لهاد البيبا، كيدوز من هنا، يعني تيخرج من هنا وكيمشي للرادياتور. ولكن باش يخرج من هنا كاينه واحد البيبا او كيسموها الناس الترموستا، كتكون هنايا، هاهي كتكون هنا. هاد الترموستا شنو الدور ديالها؟ اون فوا صافي الدور ديالها، اون فوا كتحس الماء سخون وصل ليها قاسها، كتحل اوتوماتيكمون في واحد الحساس اللي كيتمدد، وبالتالي كيحل واحد كيفتح واحد الممر باش يخلي الماء يدوز من هاد الجعبه او من الدوريته وكيمشي الجزء يعني العلوي ديال الرادياتور. فاش كيدخل الرادياتور بيان سيغ اوتوماتيكمون الماء اللي تيكون هنايا هو دخل الماء سخون هنا، كيدفع الماء بارد، كيمشي فين كيمشي البومبة ديال الماء اللي كتكون هنا، هاهي البومبة ديال الماء. البومبة ديال الماء كدورها كروا ديال الالترناتور، دونك هي اللي كدورها وكتضخ هاد البومبة، المضخة ديال الماء، البومبة او لا بومباو ولا مضخة الماء، كدفع الماء في اتجاه الجروب، كدفع الماء بارد اللي خرج من الرادياتور تدفعو الجروب، وكي لاخر تيخرج، دونك تيبقى في هاد السيركوي. فاش كيجي هنا كيفاش كيبرد هذا الماء؟ فاش كيخرج الماء سخون من هنا وتيجي للرادياتور او المشعاع، الرادياتور فيه واحد الجهاز اللي كيخدم بنفس السيستم ديال البيبا، هو هذا نوريه لكم، هو هذا سميتو المانو، وكيقول المهم كاين ديال المانو ديال الزيت، كاين بزاف. هذا المانو ديال الماء تيكون في الرادياتور او المشعاع، تيكون غالبا في البلاصه في المنطقة السفلى منه باش يكون ديما على اتصال الماء. هذا المانو شنو الدور ديالو؟ اون فوا كيوصلوا الماء سخون كيحس بالسخونية، فيه واحد الجسم منه حاس واحد القطعة نحاسية جد حساسة، اون فوا كتحس بالسخونية اش كدير؟ كتمدد وكدفع واحد قطعة حديدية ولا معدنية اللي كتخدم بمثابة موصل كهربائي، كتلاصق بين هاد جوج ديال الخيوط ولا ديال السلوكة اللي تيكونوا، وبالتالي فاش كيتلاصق كيخلي التيار الكهربائي يدوز للمروحة او الفرفارة الفونتيلاتور، وكيخدم كتخدم الفونتيلاتور كتخدم المروحة اللي كتبرد لينا سائل ديال التبريد اللي تيكون في المشعاع. دونك كيف قلت لكم ملي كيبرد كيمشي للبومبة ديال الماء، البومبة ديال الماء كتدفع الماء للمحرك، وكيبقى يعني هاد الدورة كتبقى على طول. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هنا، هذا المانو تيكون عنده واحد الدرجه اللي كيخدم فيها، كيف كتشوفوا هنا في واحد الكتابه هنا غادي تلقاو مكتوبه فيه هنايا، هاهي سمحوا لي، هاهي مكتوبه فيه هنا 75 68. دونك هذا شنو المعنى ديالها؟ ان هاد القطعه هذه كتخدم يعني كدوز التيار ملي كتحس
بالماء وصل درجة الحرارة ديالو 75، وكتقطع مني كيبرد الماء وكيوصل درجة الحرارة ديالو 68. هذا كيخلي أن الماء ديما كتكون درجة الحرارة ديالو بين 68 و 75. و يعني هذا شنو تيعني؟ أنا خاص في نفس الوقت هاد الأرقام اللي تيكونوا هنا، ولا هاد كيفاش نسميهم، هاد الأرقام اللي تيكونوا هنا هما اللي خاص يكونوا هنا. يعني إذا كانت ترموستا كتخدم يعني كديكلونشا في 75 وكتقطع في 68، حتى هاد البيبا اللي كتكون هنا والترموستا اللي كتكون هنا، هذا المانو، حتى الترموستا اللي كتكون هنا خاصها تخدم على 68 بيطو تخدم على 75 وكتقطع على 68، باش وكم تكون الدورة ديال المياه سليمة. كاين الناس اللي كيمنكو هاد الترموستا تيحيدوها، غادي نوريكم الشكل ديالها، كيحيدوها وبالتالي الماء كيبقى في دوران، يعني ما كيبقاش محبوس هنا حتى كيسخن في الموتور، حتى كيسخن عادة باش ملي كيسخن كيبلغ درجة الحرارة ديالو 75 درجة عادة، باش كتحل الترموستا وتخلي الماء يخرج تمشي للرادياتور، يعني كيبقى الماء كيدور بحريه. وهذا ما كينصحوش به الناس، لان الناس ما داروش هاد الترموستا هادي الا وعندها واحد الدور كتخلي ان المحرك ديما تبقى درجه الحراره ديالو بين 68 وبين 75. ملي ما كتكونش الترموستا ما كتخليش الماء يبقى في هذيك درجه الحراره، يعني يقدر يكون برد اقل. وانتم عارفين الموتور ديال الديزل، محركات الديزل، يعني خاصهم الحراره باش كيكون الاحتراق ديال الديزل ديال الغازوال، يكون الاحتراق ديالو زعما يتفاعل، وبالتالي مرضيه ديال المحرك غادي تكون افضل. دونك كانوا هذو المعلومات اللي بغيت نشاركهم معكم قبل ما نبدل سائل ديال التبريد. دونك سي دابا باش نبدل سائل ديال التبريد، كاينين كيما قلت لكم الموتور او السياره يعني كتحمل بين 5 لترات و 6 لترات ديال سائل التبريد، جزء منه تيكون في مشعاع او رادياتور وجزء في المحرك. دونك اول حاجه خصنا نتخلصوا من السائل القديم، باش نتخلصوا منه خاصنا نخرجوه، يعني الطريقه السليمه هي اننا نحيدوا المياه او سائل التبريد اللي كاين في المشعاع ونحيدوا اللي كاين في المحرك. باش نحيدوا اللي كاين في المشعاع كنمشيو لاسفل المشعاع، يعني الثقب اللي كاين في المستوى الادنى من المشعاع باش كاع هذاك الماء ينزل، يعني كاع المياه اللي كاينين. دونك هذا راه الجزء العلوي، كاين بحال هاد التيو هذا، ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا، ولكن راه كاين. غنحاول نحيد لنا الفلتر ديال المازوت، ها هو كاين لتحت كيبان لكم، ها هو هذا. دوك راه قيس لتحت ديال الرادياتور، غادي نحلو ونخرجو كاع الماء اللي كاين في المشعر. غيبقى لينا الماء اللي كاين في المحرك، باش نخرج الماء اللي كاين في المحرك غادي نمشي لهاد الدوريته هادي وغادي نمشي للأسفل ديالها، غادي نحلها، بالتالي نحاول نتخلص من كاع المياه اللي كاينين. واخا في الواقع راه ما كيخرجش الماء كله، ديما كيبقى تقريبا واحد لتر، كيبقى واحد لتر الى لتر ونصف من سائل التبريد كيبقى مبلوكي يعني في المحرك. دونك نحاولوا نخرجوا لو ماكسيموم ديال السائل القديم ونعوضوه ان شاء الله بالسائل الجديد. دونك حنا سيدنا خوينا الماء اللي كاين في الموتور كله، خوينا اللي كاين في الرادياتور، حلينا الدوريته اللي كاينه لتحت ديال المشعاع او الرادياتور، خوات لينا في نفس الوقت، خوات لينا اللي كاين في الرادياتور، وبقى واحد الجزء في الموتور. هذاك الماء اللي كاين في الموتور اش درنا؟ جينا هنا للقرعه ويعني بقيت كنصوت هنايا، وبالتالي الماء بقيت كنصوت من هنايا، وحيت الماء مع يعني الماء ما لقى حتى شي مخرج من غير الدوريته اللي كاينه لتحت، يعني خرج كاع داك الماء اللي كاين ترو بلاصه بلير. دونك بالتالي خويت الافوا، خويت في نفس الوقت الموتور وخويت الرادياتور من الماء. دابا غادي نبدلو هاد القرعه هادي، غادي نبدلوها بقرعه جديده لان هادي منشقه. دونك نتوكلوا على الله، اول حاجه غادي نحيدو هاد الدوريتات، هاد وعلى الدوريتات الفوقانيه. دونك هادي جايه الفوق حطانا، وهادي التحتانيه نحيدناهم جوج. ثاني حاجه غادي نحلو، كاينه جوج بولونات، واحد ديال 13 وواحد ديال 10. بسم الله. دونك
هو واحد ديال 13 وكاين هنا ديال 10. هناك هيا القرعة ديالنا هيا حينا هناك بلاصة قرعة جديدة هيا وغادي نستعملو نفس الغلاقة اللي كانت عندنا تمايا فوالا نخرج الدوريتا ديالنا التحتانية هاهي نرجع الدوريتا فوقانية هاهي فمن بعد ما خوينا الموطور كل من الماء ضروري ما غادي تبقى واحد نصف لتر غادي يبقى ما يمكنناش نحيدو كلشي دونك حنا درنا المجهود ديالنا ان كلشي تحيد يعني الحاجه الوحيده اللي تضمن لك انك تحيد هذا الماء ولا سائل التبريد بصفه كامله هو انك كتستعمل واحد الاله اللي كتشفط كاع داك الماء اللي كاين تما دونك خدينا دابا غادي نعوضو السائل ديال التبريد بلونتيجيل دونك الموتور راه اصلا بارد غادي نبداو نكبو حتى ياخد القياس ديالو ومن بعد غادي نديرو امارش للطوموبيل غادي نخدمو السياره وخاص فاش نخدموها يكون شوفاج حتى هو خدام لان حتى الشوفاج كيستعمل السيركوي ديال الماء باش يستافد من هاد لونتيجيل يمشي فيه سينو ما غاديش يدوز فيه وبعد مده نهار نخدمو الشوفاج غادي نلقاو سائل ديال التبريد نزل المستوى ديالو حيت هادشي اللي نزل راه مشى للسيركوي ديال الشوفاج دونك نبداو على بركه الله هذا انا فضلت ناخذ ديال ماركه معروفه اللي هي توتال ديال 60 درهم 5 لترات 60 درهم ما يقارب تقريبا 6 اورو ولا تقريبا واحد شحال من دولار نقولوا واحد 7 دولار تقريبا دونك توكلوا بسم الله بواحد الطريقه شويه باش ما نضيعوش منه بسم الله كيف كتشوفوا كاجينا ها هو الحد الادنى ديالو كاين هنا وهنا الحد الاقصى الماكسيموم هنا المينيموم دونك حنا نعمرو تيفوت المينيموم ونديرو عمارش الطوموبيل والا خاص نشرو ان شاء الله واحد الليتر ونضيفوه تقرا بقات لنا تقريبا واحد نصف لتر دونك غادي نخدم السياره
وكيف تشوفون بعد ما خدمنا السيارة سائل ديال التبريد نقص المستوى ديالو اجمالي كنضيفو فباش نعرفو بلي راه الطوموبيل بيرجا مزيان دونك تنحيدو هاد التيوب من بلاصتو ياك تنحطو الفوق و تنبقاو تنكسيريو حتى كيبان لينا الماء هاد العملية قمت بها حتى كيبان ليا الماء هنا كينزل هاهو تينزل بدون تقطع فاش كيكون الماء تينزل بدون تقطع هذا دليل على أن الطوموبيل السيركوي راه إلي بيان بيرجي دونك بيرجي مزيان دونك يمكن لينا نركبوه و نتوكلو على الله احنا كملنا الحمد لله كملنا تغيير ديال سائل التبريد وكملنا وبدلنا القرعه ريزرفوار ديال سائل التبريد اللي كيبقى هو اننا نراقبوا درجه الحراره ديال السياره ديالنا تكون في المستوى اللي كنا موالفين عليه ثاني حاجه فاش نكون بدلنا سائل التبريد نتاكدوا باللي ما كاين حتى شي فويت لتحت نراقبوا الارضيه تحت السياره ياك ما فيها يعني ياك ما خارج منها يعني كاين شي فويت يعني تسرب ديال السائل اللي درنا جديد اللي كيبقى اخر حاجه هو انك تمشي واحد 15 كيلومتر بالطوموبيل ديالك ومن بعد تراقب السائل المستوى ديال سائل التبريد الا كان خاصو يعني تزيدو شويه زيد واحد شويه وغادي تكون بوكا كملتي تغيير ديال سائل التبريد ديالك هذا الشيء اللي عندنا بور لو مومون في هذا الفيديو هذا كنشكركم بزاف سيادنا على المشاهده ديالكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما تنساوش دعمونا في القناه ديالنا الله يسهل عليكم الله يجازيكم بخير يعني كنشوفوا الناس كيشوفوا الفيديوهات ولكن ما كيشاركوش القناه وحنا اي حاجه جديده زعما اي حاجه تنصيبها كنحاول نبارطاجيها معكم تجربتي الخاصه كنحاول نبارطاجيها معكم دي فوا يعني حاجه ما محتاجش كاع ان نصلحها وتنصلحها ونحلها على قبلكم غير باش نتوما تستافدوا تابعونا يكونوا فيديوهات مزيانين من القدام ان شاء الله غادي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نصوب فيه شوفو ديال الماء اللي تيقطع يعني فاش كتكون انت كدوش بالسخون وتيقطع تيقطع لك تيولي الماء بارد غنوريكم الحل ديال المشكل شوفوا من نوع جاكير تبعونا وغادي تستافدوا والله العظيم الا تصايب من داكشي رفيع دونك تهلاو لي فريوسكم سيادنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله يعاونكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.